محمود من قناة رو لايف، برنامج ألف حيلة وحيلة، الحلقة الثانية. بطل حكايتنا اليوم هو شاب عمره 26 عاما، تعرف على فتاة في مكان عمله، وهذه الفتاة للصدفة كانت من دولة أجنبية، هي من أوكرانيا. تعرف على بعضهم البعض عن طريق الإنترنت عندما ذهبت إلى بلدها، وتقابلا مرتين في أحد المنتجعات السياحية. أصرت عليه الفتاة بعد أن بدأ علاقة حب وثيقة أن يأتي إلى أوكرانيا، وقالت له في أوكرانيا الحياة أفضل، ومستقبلك سيكون أفضل، وسنكون مع بعض وننجب أطفال ويكون لدينا أسرة وتكون الحياة جميلة. وبالفعل ذهب الفتى ليشاهد في الإنترنت بعض المعلومات عن دولة أوكرانيا، فوجد بالفعل أنها بلد جميل، وكل المدن تتميز بأشياء مختلفة، وأهل البلد أو أهل أوكرانيا يمتازوا بطيب الأخلاق والكرم والصداقة السريعة. فمن هذا المنطلق قرر أن يعيش معها في أوكرانيا. أحضر أوراقه واستعد لعقد الزواج، قدم التأشيرة مرة واثنين وثلاثة وتم رفضه، ولكن في المرة الرابعة تمكن من الذهاب بدعوة خاصة. وبعد هذا العناء لمدة عام كامل وصل إلى أوكرانيا وتقابل مع الفتاة وتزوج كما كان الاتفاق. قام الشاب بعمل إقامة مؤقتة في أوكرانيا، ولكن الحياة صعبة. اكتشف أن صديقته نعم تعمل وفي مكان يعتبر مكان جيد، ولكن راتبها قليل، لا يكفي الحياة الجيدة أو الرغدة التي كان ربما يحلم بها. ومن باب الحرج لم يكن يستطيع أن يخبر زوجته أن هذه الحياة لا تناسبه، ليست هذه طموحاته، ليست هذه ما أخبرته به قبل السفر. فظل يفكر، يعني أنا قبلت أن أتزوج بفتاة أكبر مني في السن، أخذ يفكر أنا تزوجت من فتاة أكبر مني بأربع سنوات، وهي ليست جميلة، هي متوسطة، وتعيش في بلد ليس العاصمة في بلدها، وأخبرتني بأشياء لم أجدها حين أتيت. فضاق ذرعا بالأمر وقرر أن يفاتحها، لأنه وجد صعوبة في إيجاد العمل بعد عام كامل في البلاد لم يجد عمل، وهي تصرف عليه وتطعمه وكل شيء مجانا بالنسبة له، وقد نفذت أمواله التي أتى بها من بلده. فضاق ذرعا وقال لها: لماذا نعيش هنا؟ لماذا نعيش هنا وهذا الوضع السيء؟ فقالت له: الوضع ليس سيئا، هو أفضل من بلدك على الأقل، ولكن لدي فكرة، أنا أفكر في الذهاب إلى مدينة، هكذا مدينة لها مسمى، في بولندا. قال لها: بولندا؟ نذهب إلى بلد آخر؟ أنا أحتاج إلى تأشيرة وإجراءات جديدة. قالت له: سأذهب وحدي أولا ثم أحضرك، ولكن من أجل أن أحصل على عقد عمل في بولندا أحتاج إلى عقد عمل لمدة سنة تعمله لي بعض الشركات الوسيطة، وهذه الشركات الوسيطة تتحصل على من 1000 يورو إلى 2000 يورو، يجب أن يكون المبلغ المدفوع كبير. فقالت: أنا ليس معي هذا المال، ولكن عندما أجمعه سأسافر. فعندها انفجر الشاب وقال لها: اسمعي، أنت وعدتني بأشياء ولم أجدها. قالت له: الحياة صعبة هنا، أنا أخبرتك أن الحياة ليست سهلة. قال لها: لا اسمعيني، أنا جئت من أجل العمل في مجال معين، فأنا في مجال الصوتيات وهندسة الصوتيات، أين هذا العمل هنا؟ لم أجد ربع فرصة واحدة. اسمعي مني، أنا لا أريد أن أعيش هنا أو في بولندا، ولن تسافري لوحدك، لن تسافري إلى بولندا بدوني. فأخبرته الفتاة: أنت تعرف وأنت ترى بنفسك، أنت تعيش في هذه البلد منذ عام وترى كيف الحياة وكيف يعيش الناس، الحياة أصبحت أصعب من الأول. ربما كنت يعني أصف لك الحياة في الوقت الحالي عندما تعرفنا، الوضع الآن أقل من ذي قبل، والمرتبات أقل والأسعار ترتفع، فماذا أفعل؟ ماذا تعرف أنت عن الحياة الصعبة هنا؟ هناك أناس يعيشون حياة أصعب مننا، أصعب مننا في المدن والأرياف والضواحي، على الأقل نحن نعيش في مدينة. وعندها صاح في وجهها الشاب فقال لها منفجرا في وجهها: اسمعي أنت حكايتي، ماذا تعرفين أنت عن الحياة الصعبة؟ لقد عشت في مدينة ليست العاصمة في بلدي،
وعندما وصلت إلى العاصمة بدأت البحث عن عمل، وعملت في وظائف مهينة جدا ولوقت طويل، وكنت أسكن مع شخص في بيته، وكان يعطيني نصف الغرفة وليست غرفة كاملة، وحمام مشترك. وأنا أعرف أن هذا يوجد لديكم في أوكرانيا، ولكن اسمعي مني ما هو كان أسوأ. فأنا كنت أعمل منذ هذا العام حتى هذا العام حوالي 4 سنوات بمرتب أقل من 150 دولار في الشهر، وكنت أشتري أشياء ملابسي ومواصلات وهكذا تلتهم حوالي 70 دولارا شهريا. ماذا تفعلين في بلدك؟ أنت في حال أفضل أعرف، ولكن الحياة الصعبة أنا أعرفها جيدا ولا أريد أن أعود لها مطلقا أو مجددا. لقد حاربت كثيرا من أجل أن أكون في حياة أفضل. معظم أقراني ودفعتي الذين تخرجوا من سني معظمهم يجلسون في البيت أو يعملون في وظائف غير ثابتة بمرتب أقل من 120 دولارا، وهذا تحت طاقة البشر، وأنا لا أتحمل ذلك، وبالفعل لا أتحمل حتى المعيشة هنا. ولن تذهبي إلى بولندا، أحذرك. غضبت الفتاة وقالت له: حسنا كما تريد، سنظل نعيش هنا حتى نجد مخرجا من الأزمة. مع مرور الوقت لانت ذهنية الشاب وقال لها: إن كنت تريدين الذهاب إلى بولندا أو أي بلد فلتذهبي وحدك كما تريدين، أنا سأظل هنا أنتظرك حتى إذا وجدت فرصة جيدة هناك فبإمكانك أو بوسعك أن تدعوني وتمشي الخطة كما خططت. هذا رضوخ منه تحت ضغط الحياة الصعبة. في هذا الشهر الذي قرر فيه الموافقة على سفر الزوجة وجد عمل أخيرا. هو ليس عمل كبير، هو يعمل في ورشة معينة في وظيفة ليس لها راتب مرتفع، ولكنهم قبلوه بحاله بمحتاله. وأخبر الفتاة: إذا ستسافرين في شهر مايو، أي بعد شهرين، وفي شهر مايو يكون الأمور أفضل. وهي كانت سعيدة لأنه وجد وظيفة، لم تحتاج أن ترسل له المال من بولندا، فهو يستطيع أن ينفق على نفسه ويعيش في البيت التي تمتلكه في المدينة التي تعيش فيها حاليا. وبالفعل بدأوا في تدبير المبلغ 1500 يورو من أجل عقد العمل في بولندا، ودفعوا الأموال ومضوا العقود وانتظرت موعد السفر. في يوم من الأيام اتصل بالفتاة شاب يدعى باريس. باريس هذا هو المسؤول عن السفريات في الشركة. قال لها أن شركتنا هي مسؤولة عن التسفير، نعم، ولكن مندوب الشركة البولندية يجب أن يلتقي معك ويلقي على الموظفين محاضرة، فيجب أن تحضريها في اليوم هكذا في المكان هكذا. وفعلا ذهبت هذه المحاضرة وقابلت الشخص البولندي، وبالفعل مضوا أوراق أو عقودا للسفر والموافقة المبدئية لجميع الحاضرين. وذهبت إلى البيت هي سعيدة وقالت: لقد حددوا موعد السفر في يوم 18 من مايو. وجاء يوم السفر، أوصلها الشاب إلى محطة الحافلات، وفي محطة الحافلات ظلوا ينتظرون مع الآخرين في ركن معين. جاء المندوب وأخبرهم أن الباص سيأتي بعد ربع ساعة، عليكم الانتظار في مكانكم، كل شخص معه تذكرته وبطاقة الهوية وصورة العقد. وانتظروا، وذهب المندوب ولم تأتي الحافلة. اتصلوا بهذا الشخص المدعو باريس، فالهاتف مغلق. يتصلون بالشركة، الهاتف لا يرد. أحد الأشخاص قال: مضى ساعة ونصف وقد قال لنا المندوب أنها بعد ربع ساعة تصل الحافلة، إما أن هناك مشكلة كبرى أم أن هناك أمر مريب. فقال: سأذهب، سأتطوع وأذهب إلى المكتب. فهو يبعد بالتاكسي حوالي 20 دقيقة من هنا. وبالفعل استقل التاكسي وظلوا يتواصلون معه بالهاتف حتى وصل مقر الشركة، فوجدها مغلقة واللافتة غير موجودة. إذن يوجد أمر مريب. المهم وصلوا إلى شركة مناظرة أخرى كانت في نفس الشارع بالمناسبة في المدينة.
وصل الشخص إلى هناك وسأل: هل تعرفون هذه الشركة؟ قال: نعم، هي شركة تستقدم الموظفون إلى بولندا، ونحن نفعل نفس الوظيفة. فقال له: هل تعرفون شخص من هناك لأنها مغلقة الشركة؟ قالوا: نعم، أغلقوا منذ الصباح، منذ الأمس أخرجوا كل متعلقاتهم، واليوم الصباح أتى شخص شعره أصفر ويرتدي بزة صفراء. قالوا: بزة صفراء، هذه نفس ملابس الشخص المدعو باريس. قالوا: نعم، هذا باريس، نعرفه منذ وقت طويل. قال: معي هاتفه. قال: أنا أيضا معي رقم هاتفه، ولكن أعطني الرقم، ربما رقم مختلف. وبالفعل كان رقم مختلف، واتصل ووجد باريس يرد عليه. قال: أنت باريس؟ قال: نعم، أنا باريس، ومن فضلك لا تصرخ، شركتنا أغلقت، وعقدكم مع الشركة البولندية، عليكم بالتواصل مع الشركة البولندية التي رقم هاتفها في أسفل العقد. وأخلى مسؤوليته وأغلق الهاتف. فذهب صاحبنا إلى الأصدقاء في موقف الحافلات وقال لهم: المشكلة هكذا، ماذا نحن فاعلون؟ قالوا: فعلا نتصل بالشركة البولندية، ولكن نحن لا نعرف اللغة البولندية. فأشارت سيدة كبيرة في السن: أنا أعرف بعض اللغة البولندية، فقد عملت في بولندا وأنا صغيرة. فقالوا لها: لو سمحتي نتصل بهم. وأعطاها الهاتف واتصلت، فإذا بالشركة البولندية يقولون: هذا رقمنا، ولكن لم نمض عقودا مع أحد، فبالقانون لا يسمح لنا بإمضاء عقود مع موظفون خارج الحدود البولندية. وأغلق الهاتف. عادت الفتاة إلى البيت كسيرة الجناح، مكسورة الخاطر، وأخبرت زوجها بما حدث. فصرخ فيها وقال لها: إذا كل آمالنا راحت وذهبت هباء. اسمعيني، أنا تزوجتك وأنت فتاة قبيحة وسمينة ولديك شارب، لا تفرقين عن الرجال كثيرا، وبلدك فقيرة وأنت فقيرة، وأنا أحلم بحياة أفضل مما نعيش فيها. الوداع، أراك في حياة أخرى. مع السلامة. في آخر الحلقة نتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، نشوفكم في حياة أفضل، في حفظ الله، سلام عليكم.